السلام عليكم جايز، كنتمنى تكونوا كاملين مزيان. مرحبا بكم مره اخرى في قناه سمر انجليش. اليوم غادي ندير لكم واحد المراجعه كما وعدتكم، واحد المراجعه شامله للتنسز كامله اللي كاينين عندنا، باش نحاول انا نبسطهم لكم اكثر. يعني عارفه ان عندكم مشكل بزاف في الجراما وبالاخص في التنسز، كيدوخوكم تيكونوا متقاربين ما كتعرفوش امتى خصنا نديروا هذا وامتى خصنا نديروا هذا، لايك شويه كيكونوا معقدين، كيخصهم شويه التركيز وكيخصكم تحفظوا القواعد ديالهم. يعني بحال الماط خصكم قاعده تكونوا كتحترموها. يعني دابا غادي ندير لكم واحد المراجعه شامله للتنسز كاملين اللي عندنا، نحاول نبسطهم اكثر. ديجا كنت درت لكم دي فيديو ديال تنسز كل تنس بوحدو، ولكن دابا غادي نقدروا نجمعوهم كاملين فيديو واحد، باش فين ما تبغوا ترجعوا القواعد ديالهم ترجعوا هاد الفيديو اللي فيه كل شيء. فاش تبغيو تراجعوا كل تنس بوحدو، تختاروا الفيديو ديالو اللي غتلقاوه فلاشين في البلاي ليست ديال دروس اذا المرجعي، وتراجعوا الدرس بالضبط، يعني التنس بالضبط اللي نتوما عندكم فيه مشكل. سو جايز دابا نبداو. عندنا في الانجليش تنسز عندنا ثلاثه، البريزنت الباست الفيوتشر الحاضر والماضي والمستقبل. ساهله ماهله كما تنقولوا، يعني لونغلي ما معقداش الامور. غير هما كل تنس مقسم على ثلاثه، هو مقسم على مور، ولكن نتوما هنا في الباك خاصكم تركزوا على ثلاثه. يعني البريزنت عندنا البريزنت سيمبل، البريزنت كونتينيوز، والبريزنت بيرفكت. يعني كل تنس بريزنت والباست والفيوتشر كل واحد فيهم فيه سيمبل وفيه الكونتينيوز وفيه البيرفكت، يعني ثلاثه في كل تنس. يعني دابا غادي نراجعهم كاملين وان شاء الله غادي تفهموا. عندنا البريزنت اللي غنبداو به اول تنس هو البريزنت يعني الحاضر. عندنا سيمبل بريزنت، اول حاجه سيمبل بريزنت يعني سيمبل عادي، يعني تيكون فيه الفيرب، يعني سيمبل عام سميتو باينه كيكون فيه الفيرب. something happens repeatedly، هادو الحالات اللي كيجي فيهم السيمبل بريزنت. something happens repeatedly، repeat يعني شي حاجه كتبقى تتعاود. عندنا الحاله الثانيه هي how often something happens، نفس الحاجه شحال من مره كتعاود ديك الحاجه اللي كنهضروا عليها، واش تتعاود شحال مره في السيمانه ولا شحال مره في العام ولا المهم how something often happens. now one action follows another، يعني تيكون عندنا بزاف ديال الاحداث وحده من بعد وحده وحده من بعد وحده وحده من بعد وحده، تنستعملوهم كاملين في البريزنت سيمبل. things in general يعني حوايج عاديه، يعني الا كنهضروا هكا بصفه عامه. verbs like to love to hate to think etc، هاد الفيربس تيكونوا كيجيو في البريزنت سيمبل. يعني ما كنقولوش I am loving ولا I am hating، تنقولوا I hate I love، يعني بحال هكا. هنا الرول تنديروا subject بلس الفيرب نيشان، غير هو في الحاله اللي كتكون عندنا هي وشي و ات الفيرب تنزيدوه اس اس. عندنا الافيرماتيف يعني الحاله العاديه، تنقولوا مثلا هي ولا شي ولا ات ايت يعني ايت زدناها اس، ولا اي ايت فود نيشان. عندنا النيجاتيف فورم هي العكس ديالها، يعني النيجاتيف يعني العكس ديال انك دير شي حاجه، هنايا كنديرو ما كنديروهاش. يعني وي دونت هاف classes on Sundays، يعني في Sundays الحد ما كنقراوش، يعني راه ديما ما تنقراوش نهار الحد، داكشي علاش درنا we don't have. هنا ممكن نقولوا I have classes، هنا نقولوا I don't have، يعني هنا we have، هنايا we don't have، يعني نيجاتيف we don't have classes on Sunday. عندنا interrogative، interrogative يعني فاش كتبغي تسول سؤال، فاش كتبغي تسول سؤال كنقولوا do، كناخدو do، do هي اللي كنسولو بها. Do you speak English? Where does he live? هنا دو كنستعملوها مع مثلا do you مع you، ولا do I، ولا do they. وهنايا does كنستعملوها مع he و she و it، يعني do does كنزيدوها es. الحالة الثانية هي present continuous، يعني present progressive اللي كيكون continuous بينين غمسميتهم، يعني continuous راه كيكون مستمر لواحد المدة. something is happening at the same time of speaking or around it، يعني ديك الحاجة اللي كتهضر عليها راه كتوقع في ديك الوقت اللي انت كتهضر عليها. مثلا تنقول لك I am recording this video، راه I am recording this video now، يعني انا دابا راني كنسجل هذا الفيديو وكنقول لك راه انا كنسجل هذا الفيديو، يعني at the same time. وكتكون واخده واحد الوقت، يعني I am recording راه ماشي كن ريكوردي في ثانيه، يعني راني كنريكوردي، يعني واخد واحد الوقت، داكشي علاش سميناه continuous. الحاجه الاخرى future meaning، هنا كنستعملوه الا بغينا نهضروا على المستقبل. when you have already decided and arranged to do it، يعني a fixed plan ولا date، يعني كيكون عندك واحد الحاجه اللي انت ديجا قررتي انك غديرها. مثلا I am going to visit my friend، I am going to see the doctor، بحال هكا يعني قررتي.
عندنا the rule I am ولا is ولا are اللي يعني ال verb to be. am كتجي مع I و is كتجي مع he و she و it و are كتجي مع they. يعني هنايا كنختاروا ال verb to be اللي غيجي مع ال subject اللي عندنا و غنديرو plus ال verb العادي plus ing يعني نزيدو ing. مثلا في الافيرماتيف عندنا I am studying English now يعني now رانا دابا كنقرا لونجلي. I am studying English. I am studying. study plus ing. عندنا النيجاتيف they are not having dinner at this time. they are not having dinner at this time يعني هنا كنقولوا ممكن نقولوا هنايا they are having هنا كنقولوا they are not having يعني النيجاتيف ديالها. interrogative كنقولوا are كنسولوا بالverb to be. are they studying English or French يعني كنسولوا بالverb to be are. interrogative يعني هادو قواعد خاصكم تحفظوهم. عندنا present perfect ديالو. present perfect ديالو كاين الحالات اللي هي مثلا you say that something has happened or is finished in the past and it has no connection to the present. يعني هاد الحاجة راها وقعات وكملات في الباست يعني وقعات وسالات في الباست يعني ما لها حتى علاقه بالبريزنت ما لها حتى علاقه بالحاضر. داك الشيء علاش كنستعملوا البيرفكت. شي حاجه اللي وقعت في الباست وراها باقي مستمره حتى لدابا في البريزنت يعني راها وقعت في الباست ولكن باقا لدابا. الرول ديالها كنديروا هاز ولا هاف. هاز كنديروها مع ايت وشي وهي. هاف كنديروها مع داي واي ولا يو. الباست بارتيسيبل. الباست بارتيسيبل عندنا ريغولار فيربس و ايرريغولار فيربس. غادي ندير لكم واحد لا فيديو على لا ليست ديال بالضبط ديال الفيربس اللي كيتستعملوا بزاف في الايرريغولار باش تحفظوهم. عندنا هاز اند هاف. هاف كنختار وحده في هذه غتجي مع السبجكت وكنديروا الباست بارتيسيبل. افيرماتيف شي هاز اولريدي ايتن. ايتن هي الباست بارتيسيبل ديال ايت يعني ايرريغولار وكيتغير. يكون كان مثلا ستادي نقولوا ستاديد يعني نزيدوها ايدي. هنايا عندنا هاد already كتبين لنا اننا خاصنا نستعملو هاد التنس يعني راه ديجا يعني راه كنقولو already ديجا دارت. negative تنديرو has not ولا have not على حسب subject. الا كانت it ولا she ولا هي كنديرو has not. الا كانت they ولا you ولا I كنديرو have not. يعني hasn't ولا has not راه بحال بحال غير هادي اختصار ديالها. it has not rained yet. it has not rained yet. interrogative يعني السؤال كنسولو بهاف. هاف قبيله في الكونتينيوس سولنا بالverb to be هنا غنسولو بهاف. هاف يو فينيشد يور اكسرسايز. هاف يو فينيشد يور اكسرسايز. دوزو للتنس الثاني عندنا هو الباست. باست سيمبل عندنا هو الاكشن took place in the past mostly connected with an expression of time no connection to the present. يعني قالك واحد الحدث اللي وقع في الماضي وقع في الماضي في الماضي يعني past او كيكون لي علاقه بواحد غالبا تيكون مع واحد الاكسبريسيون ديال تايم ديال الوقت. يعني مثلا last day ولا yesterday ولا last year شي حاجه بحال هكا كتبين لينا انها راه ديال الباست. ولا in 2016 مثلا شي حاجه اللي فاتت يعني شي تاريخ اللي ماضي. كنديروا هاد التنس. عندنا الرول ديالها هي regular verbs و irregular verbs. regular verbs تنديروا غير الفيرب وتنزيدوه ايدي. عندنا irregular verbs ما عندهمش قاعده يعني have no rule كيكون واحد لا ليست خاصكم تحفظوها. هنا الافيرماتيف تنديروا we prayed at home last day يعني صلينا في الدار النهار اللي فات يعني last day يعني البارح. نيجاتيف كنديروا we did not didn't pray. did not و didn't بحال بحال غير هذه اختصار ديال هذه يعني we did not ولا didn't راه بحال بحال. we did not pray at home last day هنا كنقولوا راه صلينا هنا تنقولوا ما صليناش يعني نيجاتيف. انتروغاتيف. انتروغاتيف سؤال كنسولو بديد. في البريزنت سيمبل كنا سولنا بدو. في البريزنت سيمبل كنا سولنا بدو. الباست سيمبل كنصرفو ديك دو كنصرفوها في الباست تولي ديد. ديد. did you finish your homework where did he go yesterday يعني كنديرو غير ديد وتنخلو الفيرب بوحدو كيما هو ما كنزيدو لا ايد دير حتى حاجه ما كنصرفوش يعني تيبقى انفينيتيف. الديد هي اللي كتصرف. ثاني حاجه الباست كونتينيوز ولا بروغريسيف يعني مستمر ماضي مستمر يعني ان اكشن هابند ان ذا ميدل اوف انذر اكشن. هذه هي الحاله الاولى يعني تتكون عندنا واحد الحاجه واقعه وكتوقع شي حاجه اخرى وسط منها يعني ان ذا ميدل يعني كنستعملوا فيها هاد التنس. ولا someone was doing something at a certain time in the past you don't know whether it was finished or not يعني كان شي حتى يدير شي حاجه في الماضي
انت ما عرفتيش واش سالات ولا مازال، يعني you didn't know، ما عرفتيش واش انها سالات ولا مازال ما سالاتش. كنديروا الباست كونتينيوز. عندنا الرول ديالها كنديروا واز بلاور، يعني الا كان سينجولار سبجكت تنديروا واز، الا كان بلورال تنديروا وير. هنايا عندنا فيرب بلس اي ان جي، كنديروا معاها بلس الفيرب بوحدو بلس اي ان جي. مثلا اي واز دوين، قبيله في البريزنت قلنا اي ام دوين، هنا نقولوا اي واز دوين، يعني داك الفيرب تو بي صرفناه في الباست، وهنا كنزيدو اي ان جي حيت كونتينيوز. اي واز دوين. النيجاتيف كنديرو they were not، هنا قلنا مثلا they were، كنقولو they were not jogging. يعني interrogative هي سؤال كنسولو بالفيرب تو بي. was she studying، was she studying، كنزيدو اي ان جي، كنسولو بالفيرب تو بي. what were they doing، يعني were الفيرب تو بي هو اللي كيسبق. ثالث حاجة الباست بيرفكت. الباست بيرفكت عندنا فيه mostly when the two actions، كيكونوا جوج الأحداث two actions in a story are related to each other، يعني مرتبطين. كنديرو ديك the action which has already happened، which had already happened، يعني الأولى، يعني الأكشن الأولى اللي سبقات في دوك الأحداث هي اللي تنديروها في الباست بيرفكت. ديك الثانية اللي كتجي من وراها كتجي غير في السيمبل باست، يعني كتجي في السيمبل باست هذيك الثانية، الأولى اللي سبقات هي اللي كنديرو في الباست بيرفكت. الفورم ديالها هي هاد، كنديرو هاد ديما 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 هاد، ما كتبدلش، بلاس الباست بارتيسيبو. يعني الباست بارتيسيبو هي خاصكم تحفظوا ديك لايس، يا اما كنزيدو اي دي الا كان ريغولر، يا اما كتبدل الفورم ديالو الا كان ايريغولر. عندنا they had stopped here، they had stopped here، ولا عندنا النيجاتيف ديالها he wished he hadn't، يعني had not، he wished he had not been there، كان كيتمنى كون ما كانش تما. question had you been there، had you been there، so كنتمنى يكون هكا واضح، يعني كتسولو بهاد. ندوزو لتالت حاجة واخر حاجة هي future، future future المستقبل. عندنا future simple هي اللي كندير فيها will go ولا will study ولا will read بحال هكا، يعني ال will plus الverb. predictions about the future، يعني انك كتظن شي حاجه غادي توقع في المستقبل، يعني you think that something will happen، يعني شي حاجه اللي ممكن توقع في المستقبل، يعني just prediction، يعني كتظن. الحاجه الثانيه هي you decide to do something spontaneously at the time of speaking، يعني كتكون كتهضر وكتقول I will do it مثلا هكا spontaneously، يعني بعفويه كتقول انك غدير شي حاجه، كتقرر انك غدير شي حاجه ولكن بعفويه، ممكن ديرها ممكن ما ديرهاش. عندنا الرول كما قلت لكم كنديرو will plus الverb infinitive عادي. affirmative كنقولو مثلا she will visit her aunt next week، يعني she will visit، will visit. negative ديالها كنقولو will not، هنا تنقولو will، هنا كنقولو will not، يعني they will not have dinner at home، يعني كندير will not وكنديرو الverb infinitive. now where will you have dinner، هنا في الفيوتشر كنسولو بwill، كنسولو بويل، شفتوها؟ يعني بويل هي باش تنسولو. هنا future continues ولا progressive، عندنا an action will be in progress at a certain time in the future، the action has begun before a certain time، يعني كتكون شي حاجة غادي توقع في الفيوتشر ولكن راه في الفيوتشر غادي تاخد لنا واحد الوقت، توقع في المستقبل وغادي تاخد لنا واحد الفترة طويلة، يعني واحد المدة. I will be studying English tomorrow، يعني غدا راه غادي تكون كتقرا لونجلي، يعني اللونجلي إلا بغيتي تقراها راه غتاخد لك واحد الفترة واحد المدة، يعني ساعتين ولا ساعة ولا نص ساعة، يعني واحد البروغريس، يعني واحد الكونتينيوز، بتبقى كونتينيوز في واحد الفترة. الحالة الثانية هي something happens because it normally happens، يعني شي حاجة غتوقع حيت راه هي ديجا كتوقع ديما. كنقولو مثلا he will be playing، he will be playing football مثلا، ولا he will be studying French، ولا he will be، يعني راه ديما تيكون كيقرا لونجلي في واحد الوقيتة، يعني راه نورمالمون غادي يكون كيقراها، كنقول غادي يكون، هي هي ويل بي. نيجاتيف وي ويل نوت بي واتشين، هنا كنقولو وي ويل بي واتشين، هنا نقولو وي ويل نوت بي واتشين، يعني النيجاتيف ديالها نوت، وي ويل نوت. الكويشن كنسولو ويل، كنسولو تاني بويل. وات ويل يو بي دوين، وات ويل يو بي دوين، يعني شنو غتكون كدير، شنو غادي تكون في المستقبل كدير، يعني شنو غادي تكون كدير، يعني مثلا هنا the following day، يعني كيقول شنو غادي تكون كدير غدا، يعني واحد الوقت مستمر. عندنا اخر حاجه هي future perfect. future perfect عندنا something
will already have happened before a certain time in the future. يعني will already have happened in before a certain time in the future. يعني هي في المستقبل، ولكن في هذيك الوقت اللي حنا كنذكروا في المستقبل راه غتكون ديك الحاجه ديجا سالات، يعني سالات ولكن واخا هما راه بجوج في المستقبل، الوقت اللي كنهضروا عليه في المستقبل وديك الحاجه اللي كنهضروا عليها راه في المستقبل، ولكن ديك الحاجه غتكون سالات قبل من داك الوقت اللي حنا ذكرنا. يعني مثلا اكزامبل هنايا في الافيرماتيف وي ويل هاف ميمورايزد ذا قران باي 2030، يعني هنايا هاد لا دات غنكونوا ديجا سالينا الميمورايزيشن ديال القران، يعني غنكونوا سالات. هاد الحاجه تكون سالات واخا هي في الفيوتشر. نيجاتيف تنقولوا دي ويل نوت هاف فينيش، يعني ما غاديش يكونوا سالاو، ما غاديش يكونوا سالاو في هذيك الوقيته اللي ذكرنا حنا. هنا غنديروا عندنا في الانتروغاتيف كنسولوا بويل، ديما في الفيوتشر كنسولوا بويل ويل هي هاف ميمورايزد، يعني كنقول واش غادي يكون سالا الحفاظه ديال القران باي 2030، يعني واش غادي يكون سالا الحفاظه في هذا الوقت. سو هاد الحاجه اللي كنذكروا هنا خاصها تكون في هاد اللحظات اللي حنا كنذكروا، ولا هاد الفتره ديال الوقت اللي كنذكروا، مثلا نيكست سامر هاد الشيء خاصو يكون سالا، او كنسولو واش غادي يكون سالا. ديما واحد الحاجه خاصكم تردوا ليها البال، مثلا عندنا في البريزنت سيمبل والباست سيمبل ديما تنسولو السؤال، تنسولوه بدو، دو ولا ديد، يعني بدو ولا ديد. الا في البريزنت سيمبل كنقولو دو، الا في الباست سيمبل كنقولو ديد، يعني ديد، يعني هاد دو هي اللي كتصرف في الباست، الفيرب تيبقى هو هو. في الكونتينيوز في التنس ديال الكونتينيوز كنسولو بالفيرب تو بي، يعني بالفيرب بي، يا اما واز ولا وير ولا ار داي ولا از شي، يعني كنسولو بالفيرب تو بي. بريزنت نقولو از شي، الا في الباست نقولو واز شي، يعني الفيرب تو بي هو اللي كيتصرف. عندنا في الفيوتشر ديما تنسولو بويل، كنسولو ديما بويل. سو جايز كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، ان شاء الله ستي تيوند، غادي نحط لكم واحد لا فيديو اللي غيكون لايف فيه تمارين باش هكا نخدموا تمارين بالبراكتس غادي تفهموا اكثر. غير هاد لا فيديو جمعت لكم فيه القواعد باش هكا تحفظوا القواعد، من بعد نحط لكم الدرس ديال التمارين، يعني باش تقدروا تجاوبوا على التمارين وانتم حافظين القواعد. يعني جمعت لكم التنسيس كامل اللي خاصكم تكونوا مراجعين في هاد لا فيديو باش هكا تشوفوا القواعد ديالهم، تشوفوا هاد رولز امتى كنستعملوا هادي امتى كنستعملوا هادي باش هكا تحفظوهم وتقدروا تجاوبوا في التمارين. جايز نشوفكم في لا فيديو الجايه في الدرس الجاي ان شاء الله، وتهلاو ليا في راسكم بزاف.